والإيمان بالبعث كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، كل ما يكون بعد الموت، بداية من عذاب القبر، من فتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه، ثم البعث من القبور، ثم الحشر في الموقف، ثم الحساب، ثم الميزان، ميزان الأعمال، ثم إعطاء الصحف باليمين أو بالشمال، إلى آخر ما جاء في الآيات والأحاديث مما يكون بعد الموت، ما يكون في القبر، لأن القبر هو أول منازل الآخرة، وما يكون بعد القيام من القبور، إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، كله يجب الإيمان به، يجب الإيمان به جملة وتفصيلا، كله داخل في الإيمان باليوم الآخر. نعم. وأعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. نعم، يقول الشيخ رحمه الله: أعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. فاليوم الآخر يبدأ من الموت، فمن مات قامت قيامته، يبدأ من الموت، وكل ما جاء من التفاصيل يجب الإيمان به مما يكون بعد الموت. نعم.